ما هو الإسلام؟ الإسلام بوك هدو. الإسلام هو أن تسلم لله تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إذا الله أنت أورده قديق التوحيد الثاني. ولا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى بأن نصلي ونصوم. أق الله أن حميت أخلر أدعوني أعلام أصدرت أعمار قابرت كن أدول حين تديخ كن أدول مشلر درت. ولا بد أن المسلم يتميز في لباسه في عقيدته في تعامله عن المشركين لا يماثل ولا يشابه أهل الكفر والضلال. إشت حقاست ويشون حبوس البولحو حي خدل ليلرت حي دوخر تاني كرس ناغغ قلبو ناغغ حتارغ قاست ويشون بولح. أركان الإسلام خمسة. إسلامنا بخي ركنو. الأول الشهادتين. دوحرة شهادة دالدردو. وإقام الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم. أقى بخي لامز دردو هور دينح. وإيتاء الزكاة. زكاة تعدلردو. وصوم رمضان. مارخي بطن رمضان بوت قابردو. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. حج دردو إذا تروي يولشن ديح.